اهلا بيكم حلقه جديده من عيش وملح. حلقتنا النهارده برضو مختلفه لان ما عندناش بطل بنحتفي بيه طول الحلقه ومش هنعمل عليه بلو يعني. لكن هنعمل ايه؟ عاملين حلقه لما يكون الواحد يعني حلقه كده مراعاه للايام، الواحد يبقى قاعد في البيت مفيش اكل وجعان ويمكن كل اللي موجود كيس نودلز، الكيس الصغيره دي، ويعني وهو عايز ياكل حاجه احلى شويه من انه يسلق حبه نودلز وياكلهم بالميه. الحلقه دي للناس الجعانين اللي قاعدين لوحدهم بالليل ولا الصبح ومش ناويين لا ينزلوا ولا يطلبوا، وازاي من الخزين، من النمليه، من دولاب المطبخ، من اي حته هنطلع اكلات سريعه وحلوه وبايه؟ بشويه نودلز. هي النودلز. النودلز خليني طبعا اول حاجه لازم اسلق نودلز. مفيش بيت متهيألي دلوقتي ما فيهوش الحاجه اللطيفه دي. الشيء اللطيف ده بيبقى جاي معاه ظرف. في برضو حاجه طعم لطيف قوي. بناكله، كلنا بناكله، بس مش احسن حاجه ان ناكله كتير. الظرف ده في ماده مش الطف حاجه ان احنا نبقى بناكله يعني كل يوم والتاني لانه مش صحي علشان. حلو قوي في النودلز بالذات لو مش هنحط الظرف اللي احنا مش عايزين نحطه كل مره، يعني مش لطيف زي ما اتفقنا، مش لطيف لصحتنا ان احنا نكتر منه، فساعتها هنحتاج قوي نحط ملح. واحلى وقت نحط فيه ملح نسلقه، يعني واحنا بنسلق، قصدي في الميه واحنا بنسلق النودلز. خلاص على بال ما دي تتسلق في الوقت القصير القادم نحضر لها بقى ازاي هنعمل من كيس النودلز الصغير الفقير القليل اللي مش اكله ده، ازاي هنعمل منه اكله. اول حاجه حبه زيت، انا بس عشان بحب الكمون الحب لكن ما تعتبرهوش جوه الوصفه، انا بيبسطني وبحب قرقشته وبحب قرشته في البق، هحط كمون حب. هنحط ايه تاني؟ دي اكله للي ما عندوش حاجه في البيت، فاللي ما عندوش حاجه مش هنقول له حط كذا لانه هو ما عندوش، هيحط اللي موجود في البيت. بس متهيالي اغلب البيوت اللي في الدنيا فيها توم، فهنحط توم عشان يدينا النودلز يبقى طعمها افكس احلى. دي توم، هنحط توم. ايه تاني بيمشي جدا مع التوم ويبقى حلو؟ جنزبيل. دي تومه اتنين. التوم لو مقشرينه وماسكينه من الحته اللي هي مكان الجدر هيتمسك، حتى مش هيعمل ريحه ايديكم وحشه. ادي تومتين. طبعا تومتين على كيس نودلز ده مش قليل ابدا، يعني ده كتير طبعا على كميه الكيس البسيطه يعني. طيب خلاص معانا تومتين ومعانا جنزبيل ممكن نقشره، اللي بيكسل لو ما قشرتهوش مش هيحصل اي حاجه، زي البطاطس كده، في ناس ما بتقشرش البطاطس او البطاطا. ادي حطينا توم وحطينا جنزبيل. طيب ايه تاني غير التوم والجنزبيل؟ افتحوا درج ثلاجتكم وشوفوا ايه اللي موجود عندكم اليومين دول، اللي موجود هيشتغل يا جماعه، اي خضار اي حاجه موجوده هنشتغل. يعني غالبا اغلب البيوت برضو فيها خيارايه، جزرايه، كسيايه، الحاجات دي موجوده. ونبتدي نشوف شغلنا. ممكن اجيب لوح كده. خلاص اللي موجود هنشتغل بيه. نعمل ايه؟ واحدة كمان عشان الجزر مغذي، فليه ما نكترش؟ وبيدي لون حلو، بيخلي شكل الطبق جميل. حلو. كوسيايا، خيارايه، حتى الخيار احنا مش متعودين ناكله بس ساقع، ممكن نحطه في الاواخر كده خالص من غير ما يسخن. انا يعني احنا كنا قريب عاملين حلقات عن المطبخ الكوري وعرفنا انهم بياكلوا الجزر ساقع او بيحطوا الجزر في حاجات سخنه، قصدي لا مش هحط انا جزر، الخيار مش الجزر يا جماعه، الخيار. ايه تاني؟
عندي هنا في ممكن نعمل فلفل اخضر، فلفل احمر، اللي تلاقوه في البيت اللي تلاقوه، هنشتغل باللي موجود. النودلز طبعا استوت، استوت كده كفايه، ما نتكش عليها في السوى عشان تفضل ليها طعم لذيذ. طيب هنا الثوم والجنزبيل طلعوا، ابتدوا يطلعوا ريحتهم هايل. يلا النودل تنزل تشم كل ريحة الثوم بالجنزبيل بالملح بالفلفل بكل الحاجات اللذيذة. هنحط فلفل بالكمون اللي احنا حاطينها هنا. ممكن لو عايزين في المرحلة دي نسيبها تتحمر شوية، يعني نسيبها زي ما بنعمل، زي ما بنحمر في التشاينيز او في الاكل، زي ما بنحمر الرز المسلوق، بيبقى مسلوق بس برضو بعد ما اتسلق ممكن يتحمر. تمام، سيبوها تتحمر على قد ما انتوا عايزين، انا مش هطول عليها، بس ممكن تسيبوها لغايه ما تلاقوا الميه نشفت منها وابتدت تقرمش، ونبتدي نحط الخضار اللي احنا عايزينه او اللي موجود. كده بقى عندنا طبق نودلز بالخضار. الخضار مش عايزينه يدبل قوي، يا دوبك يا دوبك ياخد لفه. تمام، اول طبق نودلز، يلا نخلص ده ونحط الطبق التاني. تاني طبق نودلز هنعمله، هنعمله في بايركس كده، وهيحسسنا ان احنا بناكل صينية بطاطس. عارفين صينية البطاطس اللي بالزبدة والجبنة في الفرن؟ هنشعر بنفس المشاعر اللطيفة بتاعت الاكلات الصعبة اللي بتاخد وقت طويل، بالسهولة والبساطة بتاعت النودلز اللي موجود في بيت كل واحد مننا. كفاية دول. طيب بردين زي ما هما كده، مش هيحصل اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنحط عليهم زي ما بنسوي ساعات اللازانيا. عارفين بنسوي اللازانيا ازاي؟ اللازانيا بنحطها من غير سوى، من غير ما نسلقها، في انواع من غير ما نسلقها، بنحطها في صوص، بنحط لها البشاميلات والحواديت وبندخلها على التلاجة او على الفرن على طول. اسفة. هنتعامل مع النودلز كأنها لازانيا. نودلز مش مستوية، لبن هتستوي هي جوه لبنها، كمية لا بأس بيها خالص من الملح اللي تكفي كل اللبن ده بكل النودلز دي، وكمية لا بأس بيها من الفلفل. وإيه كمان؟ إيه هيخلي طعم حلو؟ الحاجات اللي فيها ألبان هحط جبنة طبعاً، دايماً الحاجات اللي فيها ألبان وأجبان بيليق معاها رشة جوز الطيب. جوزة الطيب بتحب اللبن والجبنه مع بعض، يعني اي حاجه فيها لبن وجبنه ما تكتروش، بس جوزة الطيب انا كترت صراحه. ايه تاني؟ ملح وفلفل وجوزة الطيب، حلو. عايزين هنخليها غنيه بحاجات مش هننزل نشتريها، بحاجات موجوده في البيت. هنحط ايه؟ زبده. فين الزبده؟ اهي. وممكن نحط اي نوع اجبان عندنا اللي موجود، اللي موجود بشروق. انا عندي نوعين هحط النوعين. حلو قوي. طيب يبقى احنا كده اللبن بارد، ما تعبناش فيه، ما عملناش حاجه. مش هحط الجبنه دلوقتي، بس هحط البلوبيف دلوقتي. البلوبيف برضو من الحاجات اللي موجوده، البيوت متخزن فيها علبه تونه، علبه بلوبيف، علبه سردين، السمك السردين، حاجات اللي هي بتبقى مركونه كده، مركونة الوقت عوزها.
نبتدي نفتح البلويف. احنا بناكل مكرونه باللحمه المفرومه لما بنكون عندنا رواقه وعندنا وقت وحد عامل لنا او احنا عاملين اكل، لكن لو مش عاملين هيبقى بدل مكرونه هيبقى نودلز بالبلوبيف. سهله، مش هتاخد اي حاجه. ادي حته البلوبيف اهي، هنفتفتها كده بايدينا. هتعرفوا الطبق ده هيبقى شكله حلو ازاي، هيبقى طعمه كمان حلو ازاي. هو يبدو غريب دلوقتي. نكتر البلوبيف شويه. يلا تلت علبة، لا اقل من تلت علبة بلوبيف وكيسين نودلز واكله. يلا على الفرن. لان ده محتاج يستوي ولانه داخل ني واللبن بارد، هنعلي لغايه بس ما اللبن يسخن، عشان عايزين اللبن يسخن اوام، وبعد كده هنوطي عشان نديها وقت تستوي. طيب بصوا، فات شويه وقت نجيب البلوبيف بالنودلز. قرب الاواخر شويه نحط الجبن اللي موجوده، هتسيح هتدخل مع الزبده واللبن، هتبقى الدنيا لطيفه جدا. نديها تكسيرة كده. النودلز نص مستوية دلوقتي، مش فاضل لها كتير. يلا احنا كده عملنا صنفين نودلز. نطلع فاصل ونرجع نكمل شوية كمان. ثالث وصفة بالنودلز بالحاجات اللي موجودة في كل بيت. حتة زبدة، النودلز نصفيها كويس وتنزل تتحمر مع الزبدة والبيض. مع الزبدة، أسفة هو مفيش بيض لسه. طيب نشيل دي دلوقتي. بيض من التلاجة. وحبة لبن، بيض، ملح وفلفل، لبن. ما ننساش كل ما هيبقى عندنا مخلفات عضوية زي قشر البيض اللي احنا بنستعمله دلوقتي. ما ننساش ان مكان المخلفات العضوية لوحدها في حاجة الواحدة. وسهلوا على نفسكم، بدل ما كل مرة نوطي نحط في الزبالة وننشن جوه الزبالة وجوه الكيس، خلوا دايما في حاجة كده فوق جنبكم وانتوا بتطبخوا، حاجة في المطبخ كده محطوطة، اي حاجات، قشر بيض، تفل شاي، اي حاجة، ارموا 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 في اخر اليوم، بدل ما كل شوية نفضل، بيبقى اسهل كتير قوي. طيب ادي البيض، عايزين ايه؟ عايزين ملح، فلفل،
وحبه لبن. ادي لبن، حطينا ملح وفلفل زي ما قلنا. كفايه، مش عايزين اكتر من كده. انا بحاول اعلي اخر حاجه، نفسي اخد قرمشه في ده، نفسي يقرمش كده في الزيت زي ما بنحمص العيش او بنقلي الرز. هحاول اديله شويه وقت. خليني في الوقت ده اشوف انا هحب احط ايه. برضو مفيش وصفه، انتوا دلوقتي بتشوفوا انتوا عندكم ايه في البيت وبتحطوه. على سبيل الفكره انا بحب دايما، انا دايما بيبقى عندي في البيت ده هذا الشيء، الفلفل، فلفل مشوي، لانه اضافه هايله. فلفل شويناه على لهب على نار وقشرناه، حطيناه في كيس فبقى سهل قوي يتقشر، ودي من الحاجات اللي بتتعمل يعني بسهوله جدا. الفكره ان هو بيضيف طعم حلو قوي لاي حاجه، فلطيف قوي انه يبقى متخزن زي ما بنخزن تونه وبلوبيف، لطيف قوي كمان نخزن فلفل مشوي. طيب ايه تاني حاجات موجوده في اغلب البيوت؟ احنا على طول على طول الحمد لله عندنا بقدونس اهو، وايه بقى بقدونس وايه بقدونس واي خضره. انا بحب قوي مثلا البصل الاخضر او الجرجير. اشوف لو عندي جرجير، في هنا جرجير ولا مفيش؟ لو ما عندكمش جرجير مش هتحطوا جرجير، لكن عندنا شبت، ممكن احط حته شبت صغيره. هو هتتصرفوا باللي موجود، الحاجات دي مش وصفات، مفيش وصفه، في بشويه تفكير صغير وشويه مش هقول يعني شويه تصرف، ممكن من الحاجات اللي موجوده لما تتولف صح مع بعض، مهم قوي تتولف صح، تطلع اكله حلوه قوي. طيب انا برضو بضيع وقت علشان اخلي دي تتحمر شويه، انا عايزه انزل البيض عليها وهي متحمره، بس شكلها هتعذبني وهتزيد معايا شويه، هستناها. ايه تاني بقى بيبقى موجود في اغلب البيوت ودايما بيبقى مركون كده ومنسي، حتى ساعات بننسى ناكله؟ الجبنه المثلثات. ادي شويه جبنه مثلثات نجهزهم. اهي دي برضو حاجه اغلب البيوت لا تخلو منها، يعني ربنا يدين الخير. هحطها دلوقتي. يلا ادي الجبنه المثلثات، وانا هنا حاسه ان هو ابتدى شويه ينشف من تحت ولو انه مش قوي. طيب هحط ايه بقى؟ هحط الفلفل الاحمر والخضره او اللي هتلاقوه موجود عندكم. تمام، نوزعها وهننزل بالبيض واللبن. يعني طبق كامل بيض لوحده يمكن ما يبقالناش نفس، نودلز لوحدها زهقنا، كل يوم بناكل نودلز نودلز، لكن قالب او قرص النودلز بالبيض بالجبنه الفلفل الاحمر مختلف شويه. تبصوا بقى على النودلز اللي بالبيض، ادي طبق النودلز الهايل اللي بالبيض. نودلز دي ولا مش نودلز؟ دلوقتي نودلز على بال ما تتسلق هنعمل لها توليفه جديده خالص، برضو بحاجات كلها من اللي متركنه اللي في النمليه ولا في دولاب المطبخ. سيبها تتسلق ونشوف. عندنا تونه، غالبا غالبا اغلب البيوت فيها تونه، فانا بس الم الحاجات دي. اغلبنا عندنا علبه تونه، ده خيار مخلل ماشي،
عايزه ثوم، ليمون، عايزه كمان اي نوع مخللات تكون عندي. في ايه من هنا تاني احب اخده؟ خلينا دول حلوين قوي. على بال ما هي تستوي نكون عملنا الخلطه. نودلز بالتونه، حبه ثوم حلوين عليهم. طبعا انا بفضل الحاجات الفريش، بس خلينا النهارده عشان الحلقه كلها للناس اللي مش عايزه تطبخ او كلها على السريع. ادي ثوم، ليمون. تهيألي الثوم والليمون دول، ثوم وليمون، يبقى محتاجين حاجه حاميه، شطه. فممكن نلاقي هنا اثنين حاميين. ثوم وليمون، فلفل حامي، ملح وفلفل. ادي ملح وادي فلفل. ايه تاني؟ ايه تاني هيخلي التونه حلوه؟ نحط بقى، احنا عندنا هنا اللي هيبقى موجود عندكم. انا شخصيا بحب جدا البصل الاخضر ده، وحقيقي بيبقى دايما موجود عندي يعني. سوري، الخيار المخلل، انا بقول بصل هو خيار. طيب ادي كده، في شويه مثلا جزر مخلل في البيت، جزرتين برضو، يبقى منها خضار ومنها طعم، عشان التونه طعمها لوحده دلع شويه، مش الطف حاجه. ادي الخيار، الجزر والخيار. حلو كده، حلو. يلا نحطهم. ممكن احطهم دلوقتي، بس انا افضل الحقيقه يتحطوا بعدين. احطهم دلوقتي بس عشان يعني يتحطوا فوق في الاخر يعني، بدل ما ياخدوا طعم التوم كله. طيب ما ننساش بقى اللي هي اهم حاجه، التونه. ادي علبه التونه. تمام، نحط ايه تاني؟ البيت بيبقى فيه ايه؟ عادة أي بيت مصري فيه شوية بصل، أكيد البصل ده هو الحاجة، لو كل حاجة خلصت البصل قاعد. ناخد بصل، ولو عند بصل أخضر حلو. نشوف، نحط بصل أحمر، احنا كده كده مع التونة بنحط بصل، ودايما البصل موجود. ادي بصل، وبصل اخضر ما يضرش لو فيه، يبقى حطينا ده وده، ما يقولش لا. ايه كمان؟ لو عندكم زيتون اسود، انا مجهزه زيتون اسود، عندكم فلفل رومي اخضر، عندكم فلفل رومي احمر، عندكم جزر مش مخلل، جزر، اي حاجه تخلي التونه حلوه يعني. تفتكروا افتح علبه التونه تاني ولا كده كفايه؟ مش عارفه على كميه النودلز. لا كده كفايه يعني، انا اقتصد كده كفايه. حلو قوي النودلز كده اتسلقت، ويلا فوق التونه. يفضل مش وهي سخنه قوي، او لو هتحطوها وهي سخنه كتروا شويه عليها الليمون، كتروا، لان ساعات السخونه بتزفر، فنكتر الليمون مش هتزفر، او الخل، خل او ليمون. وكده احنا معانا طبق تاني من التونه. ناقصه ايه؟ ناقصه حاجه خضرة كده تبقى لطيفه يعني. ممكن مثلا لو عندنا، نشوف في ايه اخضر، كزبره، انا يعني ان ذا مود في الكزبره. ادي عرقين كزبره خضره حلوين ينفعوا، اشيل دي بقى. ونحط ايه تاني؟ ادي كزبره خضره،
ورشة زيت زيتون تدي تلميعة وتدي غناوة وتخلي الطبق كده في البق أحلى. وادي زيت زيتون كتر شوية. ايه كمان ممكن نعمله بالنودلز؟ النودلز افكارها اي حاجه هتحطوها عليها بتليق، زيها زي الرز، زي المكرونه، تقبل كل الاشياء. فممكن نعمل نودلز. ايه تاني ممكن نعملها نودلز حلوه؟ ممكن نعملها نودلز حلوه، نودلز بالسكر واللبن، ليه لا؟ اللي جايه نودلز حلوه. النودلز ايه تاني اكله مفتكسه ممكن نعملها من كيس النودلز اللي مركونه ومحدش حاسس بيه؟ نودلز حلو، نودلز مسكر زيه زي الرز باللبن. ادي مثلا واحده تنزل في لبن تستوي، بدل ما بنسلقها في ميه وبنرمي الميه هنسلقها في لبن بسيط مش هنكتر، ونخليها ناكلها بلبنها. بس انا عايزه لبن كتير، عايزه لبن مش كتير، قليل، علشان عايزه تشرب اغلبه، ما يفضلش ما يبقاش بشرب لبن ابقى باكل مش بشرب. ادي نديها وقتها تتسلق في لبن. في نفس الوقت ده انا عايزه انكه اللبن ده، بحب ايه انا؟ انا بحب الحبهان، بحب الحبهان قوي في الوصفات الحلوه، فعلشان بحبه هحطه، بس انتوا هتحطوا اللي موجود عندكم. ادي فصين ثلاثه حبهان، نديهم بس خبطه كده علشان يتفتحوا بس كده. لا ده كتير، هحط اتنين بس عشان كميه اللبن قليله. طيب ادي فصين الحبهان بينكهوا اللبن وبيدوله طعم مختلف. ممكن بقى تحطوا حبهان، ممكن تحطوا قرفه، ممكن تحطوا مستكه، ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه. الناحيه الثانيه في ايه؟ في سكر بني سايباه يتحرق. طبعا ممكن احلي بالسكر هنا، يعني ما نتقيدش، انا عايزه السكر ما يبقاش سكر، ما احطش سكر كده ويبقى اللبن مسكر، ده ممكن، انتوا ممكن تحطوا معلقتين سكر هنا الاكله كملت. انا بس حابه طعم الكراميل اكتر من طعم السكر وخلاص، فعايزه احرق شويه دول يبقوا كراميل علشان ادي الطعم الحلو ده للنودلز بتاعتي. طبعا الموضوع بياخد شويه وقت، معلش دي لازم تتسلق حلو، والسكر اهم لازم يتحرق برده حلو. ابتدى يسيح اهو، لو شايفين بصوا ريحته اهو، بنسيبه كده في النص، ممكن نحط نقطه ليمون وممكن ما نحطش في السكر ده، مش عايزه يعمل تش. ده سكر اتحرق، استنى عليه شويه كمان لغايه ما كله يظبط. المفروض بس الصبر يعني الوقت، لكن انتوا اصبروا شويه ما تقلبوهوش، بيبقى احسن لو ما تقلبش، بيتحرق كده مع نفسه احسن. لما بنقلبه ممكن بيسكر، لما بنقلبه بدري ممكن يرجع يسكر، بدل ما يبقى كراميل يرجع يسكر تاني. طيب بمنتهى الحرص ناخد ده بعيد عن النار، وبشويش بشويش الاول اتاكد ان النودلز استوت، عشان انا هنزل نودلز مستويه اهي، تكاد تكون استوت في لبن من غير سكر. عارفين ممكن كمان نضيف للسكر ده ايه؟ لو حابين تعملوا شويه لبن بودره، يعني هيخلوا هنحوله من كراميل للي هو بيسموه ايه، زي السكوتش كده، سكوتش كراميل اللي هو هقول لكم الاسم حالا دلوقتي. بصوا ادي لبن بودره حبه كده حلوين، ممكن ما تعملوهوش يعني، ممكن تكتفوا بكده او بكده، بس اكيد ده بيدي طعم برضو اكتر. وبعدين بالراحه ننزل عليه
ده. كده الأكلة دي بقت في الجون، ده الكراميل هيسيح هيحلي اللبن هيديله لون ذهبي يجنن، بس مش عايزين بقى كل النار دي، هيديله لون ذهبي يجنن. ونبتدي نشوف ايه طلباتنا دلوقتي. الدلع بقى يعني حلو، الاكله كده خلاص تتاكل هايله، بس لو حبينا ندلعها اكتر يبقى هنجيب برضو هنشوف ايه اللي موجود عندنا في البيت. حبه لوز، حبه بندق، ده اللي انا محضراه وعندي. دي شويه لوز مش بطلين، سوداني مش ما يضرش، فستق شغال، اللي بتحبوه. تعالوا نكسر ده كده. المفروض بس كمان عايزه اقلب في اللبن، مش عايزه اسيبه عشان اساعد الكراميل انه يدوب. اجهز دول واروح اقلب اللبن. نشوف، اهم حاجه ان احنا نبقى دلوقتي بعيد عن النار، هو مش مستحمل نار تاني. طعمه يجنن، او مش طعمه، اسفه، يعني لونه يجنن، لونه عاجبني قوي. لو عندكم فاكهه ممكن تحطوا فاكهه. اشوف انا عندي حاجه، عندي شويه عنب، زبيب، ممكن فاكهه طازه مش هيحصل اي حاجه. ادي حبه، ادي حبه عنب. هتستوي لما هنزلها هنا، مش هتبقى طازه وهتستوي، بس وماله. نزل السكر بتاعها، يلا بقى رشة قرفة. خليني أجيب رشة قرفة علشان أظبط كمان الدنيا. أدي رشة قرفة، وأغرف وأحط المكسرات بقى كده، إيه أحس بيها على الوش. كل ما هتقعد النودل زي ما أنتوا عارفين هتشرب أكتر، هتشرب أكتر لبنها، يعني هتلاقوا زي ما بتشرب المية لما بنعملها كده بميتها، بنلاقيها لو ركناها شوية بنلاقيها شربت ميتها. فهي كمان حبة، مش هنشوف كل اللبن السائل ده هتشربه، وهتبقى تحفة. دي بقى تاكلوها ايه؟ تتاكل كده سخنة لو انتوا سقعانين في شتوايايا كده وقاعدين سقعانين وسخنة، تحفة. تحبوا تدخلوها التلاجة هتشرب لبنها اكتر وتبرد وتتاكل كده على جايبة على مهلبية، تحفة. اللي انتوا عايزينه الاثنين. وهذه كانت حلقة النودلز. خلصنا كل أشكال النودلز، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من عيش وملح. Thank you.